بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفالي الأعزاء في قناتنا. إذا اليوم في هذا الفيديو راح نديرو مع بعض تعبير على ابن بطوطة رحالة العرب. طبعا هذا التعبير هو خاص بالمقطع الثامن أطفالي، الأسفار والرحلات. إذا ابن بطوطة رحالة العرب هو محمد بن عبد الله الطنجي، رحالة ومؤرخ وقاضي وفقيه، ومن أعظم الرحالة المسلمين، الذي أمضى 28 عاما من حياته في الأسفار. بدأت رحلة ابن بطوطة الأولى من مدينة طنجة وطاف أنحاء المغرب الأقصى، ثم اتجه نحو الشرق وعبر الجزائر وتونس وليبيا. وعندما بلغ 22 من عمره ذهب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ثم قرر بعدها زيارة بغداد، مثوى الخلفاء ومقر العلماء. وهناك ازدادت رغبته في السفر لينتقل إلى بلاد فارس، ثم طاف في شواطئ البحر الأحمر ليواصل طريقه إلى اليمن ويقيم فيها لفترة. زار القاهرة وإيران وعمان وبلاد الخليج العربي، زار أيضا السودان وتركستان وبعض بلاد الصين وبلاد التتار وأواسط إفريقيا، ثم انتهى به المطاف إلى الهند التي طالت إقامته فيها، حيث تزوج بامرأة وأنجبت له بنتا. وقد أعجب أهل مالديف به فطلبوا منه أن يكون قاضيا للبلاد، فقبل وظل يعمل في هذا المنصب لمدة طويلة قبل أن يعاوده الحنين إلى السفر من جديد. نقل لنا ابن بطوطة العديد من ثقافات البلدان والشعوب، وأمتعنا بجميل القصص والحكايات التي تحدث عنها في كتابه رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمطار وعجائب الأسفار. ابن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين، شيخ الرحالين، عشق الاستكشاف ولم يخف من ركوب الصعاب في سبيل الحصول على الأخبار ليصير رحالة العصر بلا منازع.